كان في صديقة ليا يعني كانت بتحضر دايما التراويح بقى وليلة يعني ليلة القدر وكده في جامع عمرو بن العاص. نعم وحضرتك عارف بقى جامع عمرو بن العاص ساعتها بقى يعني ربنا يعيدها ايام ان شاء امين الله ان جميلة. شاء الله خير. فحضرت فبتقولي شفت واحدة عياط هستيري خشوع فظيع، تاخد الستات الغلابة الكبار في السن تقعدهم تقوم تقعد. تقولي لفت نظري رايحة جاية ببص عليها شيء يعني بتقولي يعني حسدتها على الإخلاص ده، فجت قعدت جنبها فقعدت تعيط 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 وبتدعي ربنا يعني إنه يعني هي نفسها تتوب ونفسها كذا وبتاع. فهي صاحبتي مذيعة ف يعني عندها فضول المذيعات والأسئلة وكده، هو انت بتشتغلي ايه؟ قلت لها انا راقصه في شارع محمد علي. ما شاء الله. فبتقول لي جميله قوي يا دعاء. قلت لها ربنا يغفر للجميع ويغفر للكل يعني، فزي ما حضرتك بتقول باب ربنا مفتوح لاي حد، واي حد بيتقرب لربنا دي ما فيهاش لازم نسيب نقطة بيننا وبين ربنا، يعني لازم نسيب حتة بيننا وبين ربنا. ممكن الحتة دي بس اللي هي بتعملها في رمضان ممكن تكون دي سبيل الهداية، سبيل الصلاح، سبيل التوبة، سبيل الرجوع إلى الله. ما احناش عارفين فين، بس خد بالك احنا مش هنخش الجنة بكل الأعمال، احنا هنخش الجنة بعمل واحد. يعني احنا عمل واحد قبل هو اللي دخلنا الجنة. ده تشق تمرة، ولو ده بشق شق تمرة تمرة اتقوا صحيح. النار ولو بشق طيب تمرة.